من الأمور المنتشرة كتير حالياً هي الإصابة بالتحسس الضوئي جراء تناول بعض الأدوية غير المناسبة واللي ما بيعرف المريض مضاعفاتها. لهيك اليوم رح تخبرنا الدكتورة الصيدلانية هالة شاهين عن هالموضوع بشكل مفصل وعن هالأدوية وآلية العلاج. أهلا وسهلا فيكي. يسعد مساكم. ومساكي يا رب دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. تسلمي لي دكتورة. بداية بنفهم موضوعنا، شو هو التحسس الضوئي الناتج عن الأدوية؟ التحسس الضوئي الناتج عن الأدوية هو أحد نواتج الحساسية الشمسية بشكل عام، أو ما يعرف بالشرى الشمسي السولار ارتيكاريا، يلي هي حالة طبية نادرة الحقيقة لكن مزعجة كتير. اكتشفوها من أول القرن العشرين، من سنة 1904، ولغاية اليوم هي مجهولة السبب ليش بتصير عند بعض الأشخاص دونا عن البعض الآخر. طبعا بيكون في حساسية بعد التعرض للشمس بالمناطق المعرضة للشمس وبالمناطق غير المعرضة، يعني مو بس الأماكن المكشوفة، حتى الأماكن المغطاة بالملابس بتكون عرضة ليظهر فيها هذا النوع من الحساسية. طبعا لقوا أنه هناك سبب وراثي في عائلات دونا عن عائلات تانية عم بيكون عندها هذه الحساسية، وبيتحفز هذا النوع من الشرى الشمسي نتيجة إما تناول بعض الأدوية أو الاحتكاك أو التلامس مع بعض المواد الكيميائية مثل العطور مثلا، مثل المعقمات، المطهرات يلي بنستعملها، هذا يلي بيحفز بدء التحسس الشمسي عند الأشخاص. طبعا التحسس الشمسي شدته إلى علاقة بطول الموجة يلي عم نتعرض لها، بمعنى نحن بأنه وقت بنهار عم نطلع، لأنه أشعة الشمس بنعرف كلياتنا تحتوي على الـ UVA والـ UVB، وكل فترة من فترات النهار في طول موجة معين لهدول الأشعة. فلقوا أنه يوم بتكون الـ UVB مثلاً لغاية 320 طول الموجة تبعها، أو الـ UVA لغاية 400، فهي الأكثر ضرراً والأكثر تحريضاً للإصابة بحالة من التحسس الضيائي، لعند هدول الأشخاص يلي بيكونوا متعرضين إما للعوامل الكيميائية أو لتناول أدوية وطالعين بعد منها للشمس. برجع بقول العامل الوراثي كتير بيلعب دور، مو كل الأدوية أو مو الدواء يلي بيعمل حساسية ضوئية عند كل الأشخاص بيعملها، لا، ناس غير عن ناس السبب الوراثي والعائلي كتير بيلعب دور. تمام. طب دكتورة كيف بيتظاهر؟ شو بتكون الأعراض اللي بتظهر على المريض؟ الحقيقة الأعراض تختلف حسب شدة حالة التحسس. تبدأ بانزعاج عام بالجلد أحياناً بدون أي مظهر مرئي للعين، الحكة يلي قد تكون حكة خفيفة، وأحياناً قد توصل لمرحلة حكة ممكن المريض ينزل الدم من كتر ما بيحك. بيجي بعد منها إحساس بالوخز، في وخز بالجلد ومثل حرقة بتصير، وخز بيقلك المريض وكأنه شوك أو كأنه في دبابيس ضمن الجلد عندي، بدون هذا لسه عم نحكي بالمراحل الأولى يلي لسه ما في شيء عياني ظاهر. بالحالات الأكثر ممكن نشوف طفح، بثور، ممكن توصل لحالة حمامة، يعني فقاعات مليئة بالماء حتى، وفي بعض الحالات بتترافق مع حالات من الغثيان، من الدوار، من ضيق التنفس وكأنها حالة حساسية تنفسية، يعني كيف تماما بيصير عندهم ضيق تنفس بعد التعرض للشمس مترافق مع كل هالأعراض هي اللي ذكرناها. طبعا لازم نذكر انه هو حالة التحسس شو ما كانت، تحسس من الشمس او تحسس تنفسي او اي، هو رد فعل مناعي من جسمنا، هو مشكلة برد الفعل المناعي بجسمنا تتظاهر بحالة الحساسية. وقطعاً ما لازم الواحد يهم له، أكيد لازم يراجع أطباء الجلدية يقدروا يساعدوه بالموضوع. أكيد أكيد طبيب جلدية، ولازم يبلش هو الشخص ينتبه شو اللي عم بيحفز عنده الإصابة بهذه الحالة. يعني إذا كان من الأشخاص اللي بيستعملوا أدوية مزمنة لازم يشوف أنه دواء مزمن يلي عم بيحرض له هالحالة، لحتى ياخذ حذره عن إذا مضطر هو يطلع مثلا بالشمس، ياخذ حذره قبل ما ياخذ هذا الدواء، وبده يطلع بالشمس ياخذ كل الاحتياطات لازمة لحتى ما تتحفز عنده النوبة. تماما. طيب دكتورة إذا عم نحكي بين الفرق بين التفاعل السمي الضوئي والتفاعلات الأرجية الضوئية. التفاعلات في شيء اسمه تفاعل سمي ضيائي اللي هو نحن بنقوله بالعامية حرق الشمس. تمام. الأشخاص اللي بيتعرضوا مثلا على البحر بالمسبح، حرق الشمس يلي هو التعرض بكمية كبيرة للأشعة، هون بتعمل حرق بخلايا جلد
دون الوصول لجهاز المناعة. لما بنحكي نحن عن حساسية ضوئية أو تمام. تفاعل تحسسي ضيائي طيب. نحن هون وصل للجهاز المناعي، بمعنى مو شرط كمية كبيرة تكون عندي لحتى تحفز رد الفعل المناعي، المهم بالحالة الحساسية أنه يوصل إلى جهاز المناعة لحتى تتحفز عندي النوبة التحسسية. فإذا التفاعل السمي ممكن تكون كمية كبيرة من الأشعة لكن ما وصل لجهاز المناعة، عملت حرق الشمس وعملت الإزعاج تبع الحرق لكن هي ما وصلت لجهاز المناعة، في حين أنه الحالة التحسسية أكيد بتوصل لجهاز المناعة وما ينتج عنها. طبعا ما معروف ليش جهاز المناعة عم بيعمل هذا الشيء، الدراسات بتقلك هلا اخر دراسات انه عم بيتوقعوا انه هالادويه او المواد الكيميائيه عم تتنشط بفعل اليو في وعم تلعب دور هي بتحفيز الخلايا البدينه بالجسم، بنعرف كلياتنا الخلايا البدينه اللي هي محتواها من الهيستامين، فهي لما عم تتنشط هدول هالذرات والجزيئات عم بتفعل الخلايا البدينه، فالخلايا البدينه عم تطلق الهيستامين يلي بيعمل هالنوبه التحسسيه. طيب هون طارق لي سؤال، مثلا انه عم تقولي بالموضوع اللي هو التحسسي تمام. واللي يتحرك فيه الجهاز المناعي وكميه ضوء بسيطه، هل ممكن الشباك داخل المنزل ياثر عليه؟ هذا اللي كنت بدي اقوله، البيت النيون ممكن ياثر تمام عليه؟ هذا اللي كنت بدي اقوله بالاخر، يعني انه نراعي انه نحن الاشخاص اللي عندهم استعداد للاصابه بالحساسيه الضوئيه، شباك السياره بده ينحط له عازل، وشباك البيت بده ينحط له عازل، بدنا نراعي اللبس اللي عم نلبسه، نظارات الشمس اللي عم نلبسها، حتى اذا فينا نلبس طاقيه شابو نحن وطالعين، لازم كل هيدي القصص ناخذها بعين الاعتبار، لانه ممكن تمرق اشعه اليو في عبر الشباك وتعمل نفس الحاله ونحن قاعدين بالبيت. تمام. طب دكتوره ننتقل شوي لشق الدوائي، اجمالا شو هي الادويه المتهمه؟ اجمالا الوسط الطبي بيعرف انه الادويه القلبيه ما هي كتير الادويه المجرمه تماما كثير متهمه بهذا الموضوع التحسس الضيائي بشكل عام. عندنا بعض انواع المضادات الحيويه مثل البنسلين ممكن يحرض هالحاله، تتراسايكلين، مركبات السلفا ممكن تحرض حاله من التحسس الضيائي. عندنا بعض انواع خافضات السكر، ولوحظ انه الانسولين احيانا عند بعض الاشخاص عمل حاليه من الحساسيه الضيائيه. مدرات البول للاسف هدول نحن عم نحكيهم، يعني مدرات البول هن من الادويه المزمنه وادويه السكر، يعني تماما عنها. يعني هي من الادويه المزمنه كمان مدرات البول، خاصه التيازيدات بشكل اساسي بتحرض حاله منذ الازل تماما تمام بتحرض حاله من الحساسيه الضيائيه. مضادات الالتهاب غير الستيرويديه، كل مركبات البروفين والديكلوفيناك وهالقصص هدول كمان بيحرضوا حاله من الحساسيه الضيائيه. الريتينويدات اللي بتتاخذ مشان البشره مضادات الفطور، ايضا بعض انواع مضادات الفطور ايضا بتحفز حالات من الحساسيه الضيائيه. في عندنا بعض انواع مضادات الاختلاج، مضادات التشنج، يعني الحقيقه زمره واسعه من الادويه او كميه واسعه من الادويه بتسبب هيدي الحاله. برجع بقول عن بعض الاشخاص مو عند كل الاشخاص، بس لازم نكون حذرين وقت نحن بناخذها. اذا كنا بدنا ناخذ الدواء ونطلع على الشمس او عملنا يتطلب انه نحن نطلع بالشمس، ضروري ندير بالنا قبل ما ناخذ هدول الادويه واذا كنا بنتعرض للشمس تماما. طيب. هلا هون السؤال، شو الطريقه الصحيحه لانه نتجنب هذا التفاعل، خصوصي مثل ما ذكرتي حضرتك اللي بيتناولوا ادويه مزمنه وما بيقدروا انه هن يتوقفوا عنها تماما؟ يعني هلا اللي عم ياخذ مضاد حيوي او عم ياخذ مسكن بيقدر مثلا ياجله لبعض الظهر او للمساء، او بيقدر مثلا هالاسبوع عم تاخذ مضاد حيوي لا تطلع، بس مشكلتنا مع الاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنة. فهدول بنقول لهم حاول قدر الامكان تبكر طلعتك من البيت، لأنه هو ذروة الضرر ما بين الساعة 10 والساعة 4 بعد الظهر تمام. ذروة أشعة اليو في بتكون ما بين 10 والأربعة، لذلك الأشخاص يلي بيتناولوا أدوية مزمنة ممكن أنه تحرض حالة من الحساسية الضيائية، بنقول له بكر طلعتك من البيت قد ما بتقدر، حاول تلبس ملابس كم طويل، ملابس واقية. وهون بدي نبه على فكرة، ليست الملابس الرقيقة كافيه للحمايه. يعني نحن هلا بالصيف ممكن نقول ايه انا عم بلبس شغله رقيقه كم طويل بس شغله رقيقه، لا، لانه اذا ماشي رقيقه بتنفذ اليو في من خلالها. فنحن خلينا خلال هالفتره، فتره الصيف للناس اللي بتعاني من موضوع الحساسيه الضوئيه، نعتمد جاكيت معلش ولو انه الدنيا شوب بس ليحمي نفسه من الازعاجات. فاذا الملابس كثير مهمه، نظارات شمس مثل ما قلنا طاقيه، والواقي الشمسي كثير اساسي. وبدي نبه على فكره انه الواقي الشمسي عند هدول الاشخاص ليس فقط على الوجه، بدنا نحاول انه نحن، لانه الحساسيه الضوئيه وين بتتظاهر اكثر شيء؟ وجه، ظهر، يدين، اماكن مكشوفه تمام، الاماكن المكشوفه. فنحن مو نقول والله انا حطيت واقي شمسي على وشي، لا يكفي، لازم الواقي الشمسي على الوجه، على الرقبة، على أعلى الظهر، على اليدين كاملتين، يعني من الكتف للآخر بده يحط الواقي الشمسي.
وضرورة يحمل معه الواقي الشمسي. الواقي الشمسي بده يتجدد كل ساعتين، يعني ما نهمل هذا الموضوع، لأنه في ناس بتقلك أنا حطيت الصبح قد ما أطلع من البيت خلال ساعتين راح امتصوا الجلد. فالمفروض يكون الواقي الشمسي معنا على طول، تجديده باستمرار، ونحاول ما نتعرض للشمس قدر الإمكان. برجع بقول اختيار ساعات الحركة أثناء النهار كتير مهمة، يحاول قبل العشرة بعد الأربعة بيكون الوضع أفضل، وإذا بيقدر ما بيطلع بيكون كتير منيح. على هاي الحالة بده يعتزل كل فترة الصيف، يعني المشكلة الإزعاج تبعها دكتورة كتير كتير مزعج، ما بتخيل يعني أنا بين قوسين أنا من الناس اللي بعاني من هذا الموضوع، فكتير مزعج الحقيقة، الحكة المستمرة، الإزعاج اللي بتعاني منه. فيمكن أحيانا لا يعتزل الواحد ويقعد ليريح حاله أحسن ما من المعاناة يعني. طب دكتورة، من مبدأ داويها بالتي هي الدواء، في أدوية معينة نحن ممكن ناخدها هي بتحسن موضوع التحسس الضيائي الناجم عن الأدوية أساساً؟ لا، الحقيقة أنه تحسن من الحالة أو تخلينا ما ننصاب، لا. إذا نحن جسمنا عنده استعداد للإصابة بالحساسية الضوئية، لا. لكن الأشخاص اللي بتعاني من هذا الموضوع، تناول مضادات الهيستامين خلال فترة الصيف بيخفف ربما من هالرد الفعل المناعي. الأشخاص اللي بتجيهم هجمات كتير قوية نحن قد نضطر لاستعمال كورتيزون أو أحيانا كابيتات المناعة يلي بنعطيها للأشخاص اللي بيعملوا زرع أعضاء أو بيعملوا علاجات بدها مثلا زرع خلايا جذعية إلى آخره، بيستعملوا كابيتات مناعة. للأشخاص اللي بتجيهم هجمات قوية من الحساسية الضوئية ممكن نلجأ لكابيتات المناعة لنخفف هالرد الفعل المناعي عندهم لحتى ما تكون النوبة كتير قوية. إنما تقليلي دواء ممكن يخفف، لا، ما في دواء يخفف أبدا. نحن بدنا نراقب حالنا. اليوم أبرز علاج الحقيقة أو أبرز شيء بيخفف من هاي الحالة عم يتطبق، بلش عم يتطبق، هو التعرض للضوء التدريجي، علاجات ضمن العيادات. تماما، تعرض تدريجي لحتى يبلش الجهاز المناعي يتعود على جرعات متزايدة من اليوفي. هذا الحقيقة أفضل شيء ليريحنا لحتى ما يعود جهازنا المناعي يعمل رد فعل عنيف وقت بيتعرض للشمس. تماما، شكرا كثير لوجودك معنا لليوم دكتورة. شكرا لكم، لكن داهمنا الوقت للأسف. تماما، يعطيك العافية دكتورة، أهلا وسهلا فيك، نورتينا اليوم. تسلمي لي، شكرا لكم.